السلام الله عليكم الدكتور محمود السوس، علاج طبيعي وتأهيل. حنستعرض بعض الحقائق الواجب أخذها بعين الاعتبار في عملية الوقاية وعملية الشفاء التام من هذا الوباء الشرس. أول حقيقة نفهمها صح إنه الأوبئة أو الجراثيم أو الفيروسات موجودة بشكل دائم بيننا، في جسدنا، في جسمنا، في خلايانا، وليست قادمة وجديدة علينا. يعني الجسم، في كل الجسم ملايين الجراثيم وملايين الأوبئة وملايين الفيروسات عايشة فينا. حتى الفيروس الأخير، بديش أذكر اسمه لأنه بلاش يذكروا لي الصفحة، الفيروس الأخير هو موجود. يعني سواء هلا اذا واحد طلعت عليه الاعراض واللي هي نسبه بسيطه، في هاي الحاله يثبت انه موجود، بس الاغلبيه العظمى الفيروس موجود بس مش اكتيف، مش فعال. يعني ما في فرصه في الجسم سمحت له انه يكون فعال. بيوصل الاعراض كتير صعبه لحالة الوفاة، لأنه بيكون موجود وبيكون عامل شغله وبيكون كذا، وبيستغل فترة اليومين هذه لعملية الانطلاق كالصاروخ. أما إني أقول والله انعديت أنا اليوم وصارت معي الأعراض وتوفى، هذا الحكي ما شاء. هلأ الشغلة الثانية، الحقيقة الثانية اللي اكتشفوها بعد الأبحاث وبعد الـ إنه مش حتى لو أصبت ممكن تصاب كمان مرة. ممكن يعني الإصابة لا تمنعك من الإصابة مرة تانية، وحتى التطعيمات هذه بقول لك ضلك حط الكمامة وكذا. طب يا عمي، طب ما أنا طعمت. لا، بدك تضلك موخذ لأنه في احتمال الإصابة كمان مرة. هاي بدكم تأخذوها بعين الاعتبار، ماشي الحال. الشغلة التالتة اللي بدنا نأخذها بعين الاعتبار، إنه حتى لو تمت عملية شفائك من الوباء هذا، كنت مصاب وتمت الشفاء، في هاي الحالة انت حامل للفيروس لسه، وانت فيك اعراض في جسمك كله. هاي اعراض صعبة وقاعدة بتعطي مضاعفات كتيرة. في عندي مشكلة في تخثر الدم بشكل كبير، في عندي مشكلة في مستوى الكوليسترول في الدم ونسبة الجلطات والتجلطات والجلطات الدماغية بسبب المرض، في عندي مشكلة في الجهاز التنفسي، مشكلة كبيرة صارت بعد عملية الشفاء، لأنه ما في عملية شفاء، في نهاية من الأعراض بشكل معقول، بس عملية الشفاء بعيدين عنها، بدها شغل لنوصل لمرحلة الشفاء. الجهاز التنفسي هو أول المتضررين، الجهاز الدماغ والخلايا العصبية كمان من أول المتضررين، ولا كيف بتفسره؟ الحواس كلها الخمس بتكون معطلة، سواء الشم، سواء الذوق، سواء اللمس، سواء الأحاسيس كلها، الطعام، ما بنحس، ما بنشعر، لأنه ضرب الجهاز العصبي وضرب الأحاسيس وضرب الأعصاب تاعتنا. هاي الأعراض بنحس فيها بس ما فيش إلها تفسير علينا. الأعراض اللي واضحة بطلت تسمع، هلا صار يقولوا صار مشكلة في السمع، يعني صارت الأعراض تزيد مع على كل. يعني هاي حقائق لازم نأخذها بعين الاعتبار. والحقائق اللي لازم نأخذها بعين الاعتبار، أول شيء للحماية اللي هو التوكل على الله، اللي هو معناته إفراز هرمونات السعادة وهرمونات الثقة وهرمونات عدم القلق، اللي هي هذه اللي بتمشي جهازنا المناعي بشكله الطبيعي ويكون جاهز، مش هرمونات الضغط النفسي والستريس والمعلومات الخاطئة. هذا بهبط جهازك المناعي، فالفيروس مهو في داخلك يعني مش هيجيك، فبطوالي بيرفع من قوته وبتم الانتشار. هلا شو اللي بيأثر على الدماغ عشان يهبط المناعة؟ شو اللي بيأثر على دماغنا عشان يهبط المناعة؟ أو قبل ما أحكي لكم عن الشغلات التانية، أهم شغلة التخويف، حالة التخويف، حالة لا فهم لا شو اللي قاعد بصير، حالة إنه كل يوم معلومات متضاربة، وسائل إعلام متضاربة، أخبار متضاربة، هذا أكبر تغذية لا
الدماغ بشكل سلبي انه يقضي على جهاز المناعة عندك. فالتوكل على الله طبعا منه المشكلة هذه. هلا المشكلة الثانية اللي بدها تواجهنا انه بطلنا نعرف نركز في وضع الجسم الداخلي، في عملية الخوف وعملية الاسترس. الجسم كله بيصير في حالة دفاع. دفاع يعني دفاع، يعني بدي اشيل لترين مي دم من جسمي واوديهن على ايدي وعلى اجري عشان اكون في حالة استعداد ل الخطر اللي جاي اللي بس في دماغي. فبدل ما ألهي الجهاز العصبي والجهاز المناعي في عملية الإنتاج وعملية التخلص من السموم وعملية حفظ المخزون من المواد الغذائية الجيدة لتقوية المناعة، في هاي الحالة عملوا بروح بشكل كبير على عملية الحرب، عملية الدفاع. مدام في عنا حرب، مدام في عنا توقف للإنتاج وتوقف للمينتنانس أو عملية الإصلاح، مدام إحنا وقعنا في فخ الحرب هذه لأن مش هنكون جاهزين لأنه الجيش تاعنا كله منهك، فكيف مننا نكون جاهزين؟ ففي هاي الحالة الفيروس بلاك الفرصة إنه يدخل أول شيء عن طريق الأنف، بشوف إذا في مجال يكمل، أو عن طريق الفم إذا نجح إنه ينتقل للمرحلة الثانية بنتقل للبلعوم، إذا نجح يلتقل للمرحلة الثالثة. طبعا هم بصير في عنا ضيق نفس، بصير في عنا كحة جافة، بصير في عنا حركة بالصور، بصير في عنا سخونة، هاي شغلات طبيعية. بنزل بزيد الأعراض لحد ما ينزل على الرئتين، وهنا بصير تجمع. وما هو هو لما يدخل بتخفى بشكل غطاء سكري هيك اللي يخدع الجهاز المناعي ويفكروا انه شغلة ايجابية، بيستخدم حتى السكر. فاذا انتشر في هاي الحالة بنتشر مع الدورة الدموية طبعا وفي كل الخلايا، بس هنا المصدر. طب هلا انا من ناحية الوقاية ومن ناحية العلاج، الشغلات اللي بدنا نسويها اللي المفروض بلشنا نسوي فيها، طبعا الاستيقاظ مبكر عشان نشغل هرمونات السعادة والانبساط ونحرك حالنا ونأخذ لنا شوية حركة وشوية تمارين تنفسية في الفترة الصباحية لأهمية هلا الجهاز التنفسي. يعني ما بصير شيء إذا زدنا فعالية الجهاز التنفسي 50% عن طريق إننا نستيقظ على 4:30-5:30 ونبلش حياتنا من الصبح، نركز على الوجبات الخفيفة، الوجبة الخفيفة مرة في اليوم خلوها، لأن الصيام بزيد المناعة بشكل كبير. الصيام المتقطع يعني إذا 8 ساعات 10 ساعات 12 ساعة ما دخلت أكل على جسمك ولا إشي بس مياه، هذا كمان كويس. بدي تركزوا على الشغلات هذه. الخضار في كل أنواعها، الخضار لأهميتها، الخضار الخضراء بكل أنواعها وأصنافها وألوانها كلها، هاي في بتأخذ عمليتين. أول شيء بتعطيك المواد الغذائية الضرورية للأعصاب، الضرورية للهرمون، عندك المعادن الكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم والصوديوم والزنك، كل هذه المعادن ضرورية فضرورية لتغذية الدماغ. والشغلة الثانية في الخضار إنها بتعمل عملية تنظيفات داخلية، وخصوصا لما توصل للكولون بحيث إنها تغذي هالبيول كويس في الجسم في الكولون وتزيد المناعة وتزيد عملية الهرمونات الكويسة عندنا في الدماغ، لأنه 80% من هون بيجي راحة الدماغ بتيجي من هون. فأنا بدي أريح دماغي، خلي الحرب تكون مجهزين لها. المشروبات الساخنة هذه بدكم تضلكم لو كل ساعة ساعتين، يعني بريك الشاي لازم يظلوا محطوط ودافي، وبالأعشاب اللي موجودة عندكم، أي شيء موجود في البيت، موجود عندكم كرنفول موجود، موجود عندكم نعناع موجود، زعتر موجود، ميرامية موجود أو شجيرة موجود عندكم، شومر ثبت موجود، موجود عندكم ورق الزيتون موجود، موجود عندنا ورق الجوافة موجود، موجود عندنا كل الأعشاب هذه اللي هي ريحتها والاستنشاقها
بعطينا تفتيح للأجهزة التنفسية وللجهاز الدوري، فهاي لازم تكون. وما تنسوش انه رفع الحرارة مع المشروبات الساخنة هذه، واذا حطينا عليها نص معلقة عسل او معلقة عسل هيك وشوية ليمون على المشروبات الساخنة، شريحتين ثلاثة ليمون، هيك احنا بنعطي دفعة وحرارة ومواد طبيعية لجسمنا انه يضل يحافظ. بالنسبة للأعراض الثانية، اذا صار في قبل ما ننسى الأعراض، الحرارة والسخونة حتصير، وجع الراس وهذه الأمور، حاولوا تسيطروا عليها بالشغلات الطبيعية، بس خلوها يعني الحرارة ضرورية. وقبل ما انسى كمان، التعرق هذا جزء من المرض أو جزء من الأعراض، التعرق الشديد مع رائحة غير كويسة، هاي أعراض جديدة أجت. هلا التعرق هي شغلة طبيعية، مدام في التهابات ومدام في معركة حاصلة في جسمنا، فبدنا أول شيء عن طريق العرق بننظم الحرارة لأنه حرارتنا مرتفعة. وبالمناسبة لما العرق يطلع، هاي طلعت مياه وهاي طلعت معها السموم هذه، فبنلاحظ واحنا المفروض نشجع عملية التعرق. عملية التعرق صحية جدا، وخصوصا اذا عرقنا مثلا اذا في الليل ودهننا جسمنا في الزيوت هذه، نعنع زعتر، احنا بنلف حالنا بشي دافي عشان نعرق. لما نعرق معناته احنا حصلنا الخصائص العلاجية، فبنصحى الصبح والحمد لله طبنا بعد انفلونزا بعد شيء، بس من عملية دهن في زيت زيتون مع شوية نعنع مع شوية زعتر، وندهر سدننا وظهرنا ونعرق. يعني العرق مهم، وعشان نجدد العرق ويكون العرق طالع ونفتح المسامات، هاي ضروري طبعا الحمامات، حمامات المي الفاترة أو حمامات المي السخنة أو حمامات المي الباردة أو الحمامات اللي هي تجيها مي سخنة مي فاترة مي باردة، كمان مرة مي سخنة مي فاترة مي باردة، اللي ننشط الجهاز الدوري ونريح الأعصاب عن طريق المياه عن طريق الحمام هذا. وبالمناسبة كمان من ننظف المناطق هذه كلها، مناطق الجلد كلها لازم تتنظف، وخصوصا منطقة الراس، فروة الراس، الذنين، الراس من وراء بالصابون الطبيعي، بالصابون الأعشاب مش الصابون الصناعي. احنا بدنا نشيل السموم عن الجلد، بديش احط سموم، بدي اشيل، فاستخدموا الصابون الطبيعي دائما اللي بعطي روائح لحالها، بتفتح الجلد، بتفتح المسامات، بتطريها، بترطبها، وبتنظف الجهاز التنفسي. فالتنظيف هذا والمسح بالليفي بشكل كويس، بدي تشيلوا هالجلد، تشيلوا هالجلد الميت وتفتحوا هالمسافات هالمسامات، خلي جسمكم يتنفس، هذه شغلة مهمة تنظموها. المشروبات الباردة يعني حرارة الجو، تكون تكثروا من الليمون، تكثروا من الجنجر، تكثروا من مع المياه طبعا اللي بدنا نكثر منها، لأنه ما تنسوش إنه بنعرق، فبدنا كمية مياه أكثر. إحنا بنقول بالعادة 8 كاسات، اشربوا 16 كاسة. كل ما شربتوا مية أكتر، وخصوصا إذا قطعتوا فيها ليمون وجنجر ونعنع وزعتر ومش عارف إيش، هذا بتغير قلوية الدم، بيساعد الهضم، بيساعد الكولون على التنظيف، بتخسروا وزن كمان بالمناسبة من العملية هذه، وبترفعوا جهاز المناعة بشكل كبير، وبتاخذوا الفيتامينات هذه اللي في الليمون، فيتامين سي لانه مسؤول عن كثير من الهرمونات، عمل الهرمونات مسؤول، يعني بدها فيتامين. المشي والحركه هذه ضروريه، لازم نضلنا نتحرك ونطلع في الهواء الطريق ونتعرض للشمس، لفيتامين دي ولعمليه الاسترخاء وللنشاط. الشمس دائما نتعرض لها في الفتره الصباحيه، ما احنا اتفقنا على 4:30 من نصحى، اللي هي احسن اشعه شمس موجوده واحسن طاقه موجوده. الممنوعات طبعا مع الشغلات العلاجيه، ما تنسوش التبخيره، وما تستهينوا في موضوع التبخير يا جماعه الخير، اللي هي بس مجرد بريك شاي على الكهرباء وبنضيف له شو بحلالنا، بدكم تضيفوا للتبخير هذه عشان
مش بس نتنفسها ونعمل فيها حمام البخار، ممكن تضيفوا بصل، ممكن تضيفوا ثومي، ممكن تضيفوا خل تفاح، ممكن تضيفوا نعنع، ممكن تضيفوا زعتر، ممكن تضيفوا كركم، ممكن تضيفوا زنجبيل، ممكن تضيفوا ليمون، ممكن تضيفوا البصل، كثروا من البصل. هاي تبخير البصل لحاله تبخير كفاية. هذه التبخير اللي هي عبارة عن حط بشكير على حالنا ونستنشق هالبخار بتنفس عميق، نوصله للرئتين. يعني لما نتنفس، وعملية التمارين التنفسية هاي ضرورية، بس وإحنا نطبخ في التبخير بدنا نعمل التمارين التنفسية اللي هي بدك تحط إيدك حضرتك على بطنك وإيد على صدرك عشان تحس إنه الهواء بدي إياه يطلع من عندك، من عند بطنك، اللي نحفز الجهاز الحاجب. إذا حفزت الجهاز الحجاب الحاجز اللي هو العضل اللي فوق البطن المسؤول عن الشهيق والزفير بشكل رئيسي مع عضلات القفص الصدري، ماشي الحال. فإحنا إذا بدي أضمن إنه تنفسي صح، فلازم أحس إنه المنطقة هاي ارتفعت لقدام، ماشي الحال. في هاي الحالة معناته أنا بدخل هواء لتحت تحت، مش هواء يوصل بس لهون للجهة العلوية من الرئتين واخد منه بس 10% من الأكسجين. فالتمرين التنفسي لازم تكون بالطريقة هذه. يعني بدكم تحطوا تتعلموا كيف تدخلوا الهواء لتحت تحت، بنسكم لازم ينتفخ، بنتكم لازم يقدم لقدام عشان نضمن انه في هواء وصل لهذه المناطق اللي هي معرضة اكثر للإصابة وللتلف. فبدنا نتنفس، نحط ايدينا على بطننا ونرفع راسنا وناخذ نفس عميق لمدة 6-7 ثواني بشكل كويس من الأنف، ونحس إنه البطن ارتفع، نخليه مرتفع هيك شوية وجاهة لمدة 5 ثواني. وبعد 5 ثواني بدي أضغط على بطني، أكسر هالوجاهة هذه اللي أطلع أكبر عدد ممكن من الأسفل للأمام، واتبعها بعد 5-6 مرات تنفس، اتبعها في قحة قوية. وما تنسوا اني انا مع البخار هلا، يعني تنفس مع بخار مع تبخيري مع قتل جراثيم مع تنشيط لكل الجهاز التنفسي. فبحط ايدي بالطريقة هذه، لما نضمن انه تعلمنا واتقننا الطريقة هذه، في هاي الحالة بدي ارفع ايدي لفوق عشان ازيد السعة وازيد كمية الاكسجين بمقدار 30%. فبعملها بالطريقة هذه، بس اضمنت انه بطني صرت احس فيه لقدام. اللي هي حركات الله أكبر باي ذا واي، بس بلاش يسكروا الصف على. فهذه التمارين التنفسية مع البخار اللي طالع، هاي الشغلات من الشغلات الأساسية. النوم الكويس ضروري جدا، إيش ما صار بدكم تناموا بشكل جيد. النوم بدك تنام من 10 للـ5 أو للـ4:30، بدك قبل ما تنام تاخد وجبة واحدة كلنا على ساعة واحدة 2-3 اللي تفضي معدتك، وتاكل هالسلطات وتشرب هالمشروبات الساخنة، وركزوا لي على اليانسون وعلى منقوع الشعير كمان كويس، او مشروب الشعير اللي هو غلي الشعير مع المياه، هذا بنظف. وده بتحطوا عليه لما تخلصوا النقع الغلي شوية بقدونس وتشربوها، هذا بساعدكم على النوم وعلى الراحة اثناء النوم. النوم ضروري جدا لتقوية جهاز المناعة عندكم، ضروري جدا لعمل الهرمونات، لتجهيز الهرمونات كلها اللي بدكم اياها. ومش اي نوم اللي بقصد فيه، بقصد في النوم العميق لما يوصلكم لمرحلة الاحلام السعيدة هذه، يعني المستوى العميق من النوم. وهذا بحاجة لتركيز، بحاجة لأن نحط إشي على ذنينا بحيث ما نسمع، بحاجة إنه نغطي عينينا ما يكون في أي إضاءة وأي شغلات كهربائية بالغرفة، وننعزل عن العالم الخارجي عشان نحصل على فوائد النوم الكويس لصحتنا ولجهاز المناعة.
يعني هذه الأمور أنتوا خذوا بالأسباب اتواقوها. وطبعا أكل البصل والثوم والشغلات هذه بغض النظر شو الكل بيحكي هلا نازلين دك في الثوم، حرب على الثوم، مش عارف شو بدهم من الثوم هالفكير هذا. هلا مش لاكين شغلة، سمعت كم من واحد بلشوا يحكوا أضرار الثوم، شو يعمل الثوم إله أضرار؟ الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا. على كل هاي الشغلات البسيطة اللي لازم تتوقوها، طبعا بدون ما أحكي بدكم تبعدوا عن الضغط النفسي قد ما تقدروا، بدكم تبعدوا عن المأكولات المصنعة، وبدكم تبعدوا عن السكر. فكل ربة بيت مسؤولة عن شو بدخل لبيتها، شو بدخل لبيتها. هاي أنا أعطيتكم كل الشغلات اللي ضميري وبعرفها وبقدر أفتي فيها وأنا مطمن، بس ما عليكم إلا تديروا بالكم وتحاولوا هذه الأمور قد ما تقدروا. كل ما زدتوا منها كل ما خففتوا خطر الإصابة وشيلوا الموضوع من راسكم. هاي أحسن نصيحة ممكن أعطيكم إياها، شيلوا الموضوع في راسكم واللي بده يصير يصير، والله هونها على الجميع. تحياتي لكم، شكرا على الاستماع.